امرأة تملك قيراطا من الأرض ولها أبناء وبنات، وقد كتبت في وصيتها أن هذه الأرض توزع على أبنائها وبناتها بالتساوي، فهل يجوز ذلك وهل يعمل بهذه الوصية أم تقسم تركتها حسب شرع الله؟ أولا الوصية للوارث لا تصح، نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. قد أجمع أهل العلم على منع الوصية للوارث، وهذه الوصية أيضا باطلة من ناحية أنها تخالف شرع الله في أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فهي وصية باطلة بكل حال، والأرض تقسم بعد وفاتك على الورثة حسب ما شرعه الله عز وجل، الذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.